بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد متابعين مع بعض. لوبلوج المدونة. البلوج بالمناسبة بقى، بمناسبة المدونة، أنا عامل مدونة كده شيك وصغيرة لسه بادئة في الإنشاء كده، فعايزكم بإذن الله هسيب لكم الرابط تحت، عايزكم تخشوا وتشتركوا فيها لأن أنا لسه بفعلها. هي صحيح كانت معموله من زمان بس انا لسه هبدأ افعل. هنزل عليها كل الملخصات المهمه جدا في الفتره اللي جايه دي، فياريت كله يزور البلوج المدونه ويشترك فيها باذن الله، عشان هيبقى عليها شغل كويس جدا بالنسبه لكم. داكو هسيب الرابط تحت في الوصف. فاول تعليق، تعالوا البلوج ايتون سيتا ده موقع سهل في الانشاء مع اني مش عارف اعمله. جراسا لوي بفضله تستطيع أن تعبر عما تريد وتسمح أتوتي لكتير لكل قراءك بعمل تعليقات كوم سيغ لفوريم، زي المنتديات بتاعت المناقشة. فورميدابل، هايل، ده الموضوع ده هايل. بور فير بارتاجير سيز اكسبيريونس، عشان تشارك تجاربك يعني او خبراتك. سيغو، ميولك، سي باسيون، هواياتك طبعا. تو لو موند، كل الناس، امي، اصدقاء، اولياء امور، مدرسين غير معروفين بيستطيعوا ان يقرأوا منشوراتك. هو مهم دوفيتير دونير ديزانفورماسيون لإيفيتي، وإعطاء معلومات، تجنب معلومات ترو بيرسونال، شخصية جدا بيتفادى الموضوع ده. الأدريس ونيميرو دي تليفون والميساجر ان انستونتي داكو، يعني المعلومات الخاصة بيك انت يعني. اتنسيون، انتبه بقى، تي ريسبونسابل دو تو سو كو تي بوبل، يعني أنت مسؤول عن كل ما تنشره على هذا المدونة من صور ونصوص، ماشي؟ إيكومبري، مفهوم طبعا أن التعليقات بتكون في تعليقات المشاركين. تدوى، يجب أن تتحكم بانتظام سيكو لزوت ريكريف سير توم بلوج على اللي بيكتبوه الآخرين. في هذه الوثيقة بنتحدث عن إيه؟ بنتحدث عن موقع على الإنترنت، سيت، موقع منتدى، يعني هو موقع إلكتروني، موقع على النت. بعد كده البلوج يساعد في مشاركة الخبرات فقط، ولا الخبرات والميول، ممكن خبرات والميول والتجارب والحاجات دي. هو قال لي هنا ممكن تشارك الخبرات والميول والهوايات الى اخره. دي ببلاغ دي زماج سيغ ان بلوج، يعني انها مسؤولية، ماشي؟ مسؤولية ايه؟ بس هنا ممنوع ان انت تنشر، ولا مسموح ولا غير مسموح، ولا من الممكن ولا غير مقبول. طبعا مسموح عادي ان انت تنشر صور، ما فيش مشكلة. الببليكاسيون، المنشورات على البلوج، على البلوج بتكون اكسيبال، مقبولة. اوزامي سيلمون، للكل طبعا، لكل الناس، هي متاحة لكل الناس. بيتفادى اعطاء معلومات شخصية، ماشي؟ يعني احنا بنقول ان في الحتة دي بالذات بنقوله من المهم ان احنا نتفادى اعطاء معلومات شخصية جدا، يعني هي لا ننصح بيها، ليس من الضروري، ها، ليس من الضروري. طب نترجمون كده، هنا فين مهم ولا نحن لا ننصح، ولا ليس من الضروري، ولا انه ليس مهم؟ طبعا احنا ما بننصحش، لا ننصح، لان المهم قوي ان احنا من لا، ده هنا انا جاوبت كده مش صح، مش عارف. من المهم ان احنا نتجنب، سامبورتون، سامبورتون من المهم. الجملة اللي بعدها، سي دو كومون، معلش في رسائل برد عليها اللي عاملة رشيد. سي دو كومون ا كوم تيتر، يعني الوثيقة دي عنوانها ايه؟ لو بلوك طبعا اللي هي المدونة.
فلت كده تعليقات فضينا للشغل على la maison est en fête، يعني المنزل في حفلة في حالة احتفال. بونجور جي سوي نومي، أنا اسمي نومي، بمناسبة عيد ميلاد أخويا جورج. هو هيبقى عنده سوف، يبقى ده مستقبل، هو هيبقى عنده 12 سنة. احنا بننظم حفلة كبيرة، كل العيلة بتشارك في الإعداد، بريباراسيون طبعا لإعداد الحفلة. كل الناس طبعا استيقظت في ساعة مبكرة لكي تجهز للحفلة. وليدي طبعا وضع الزهور في كل مكان في المنزل وزين الصالون افيك دو بالون، بالبالون دي توت لي كولير، من كل الألوان دي توت لي كولير. ما جروند سور، اختي الصغيره ليا، بتشغل المكنسه دون توت لا ميزون، المكنسه الكهربائيه في كل المنزل. ابن عمي وانا طبعا نوزالو ذهبنا الى سوبر ماركت للتسوق. والدتي طبعا جهزت جاتو جميله بالكريم و12 شمعه. مون جرون بير، جدي طبعا احضر البونبون شوكولا، وهنغني ونرقص ونشرب صودا وتو ليموند. كل الناس هتقدم الهدايا لاخويا كالجوا يا لها من فرحه. في هذه الوثيقه اليوميه بتصف عيد ميلاد جورج. عيد ميلاد جورج، طيب داكو، يبقى هي يوم حفل عيد الام ولا حفل في المدرسه ولا عيد ميلاده؟ هو عيد ميلاد جورج طبعا، هو عيد ميلادها يعني. بور سي بريباري، لاستعداد الحفلة كل الناس. سي لايف، بتستيقظ مبكرا، يبقى تو احنا عارفين طرد متاخر قليل في الميعاد، وتو يعني مبكرا. لامير، الام هتحضر لنا طبعا، الام هتحضر لنا جاتو جميله بالكريم، يبقى ان جاتو على كريم. سي كي ابورت دي بونبون اي دي شوكولا، مين اللي هيحضر البونبون والشوكولا؟ طبعا احنا قلنا اللي هيحضر البونبون والشوكولا لو جرون بير. لو جرون بير، ايوه. لنشارك في الاعداد الحفله، الوالد بقى عمال يزين بقى، بيحضر بقى ايه، بيزين الصالون بقى بالبالونات وكده. طيب جورج هيحتفل بعيد ميلاده الكانزيام ولا الدوزيام؟ دوزيام طبعا، اللي هو الثاني عشر. دوزيام اللي هو ال 12. هنختار هنا صديقك بيشرح، المدرب بيعمل ايه؟ طبعا المدرب بيضع خطه المباراه، ماشي، مش بيطبخ، مش بيشجع اللعيبه، مش بيدير المباراه. انت بتسال صديقتك سيكون مي اوتور دو بواني، بنضع ايه حوالين المعصم؟ طبعا البراسيلي، الاسويره، مش خاتم ولا عقد طبعا ولا فولار وشاح او شارب يعني. فو بارلي، انت بتتحدث الى صديقك دي فوتر فيغوي بريفري، عن فاكهتك المفضله، فبتقول له ايه؟ خلي بالك ان انت بتتكلم عن فاكهه، جزر مش نافع، تفاح ده حلو قوي ما فيهوش مشكله عندنا طبعا، نوازيت وليه مش هتنفع طبعا. فو دي موندي، انت بتسال افوت بوسي مدرسك الكوكسونيل سي ايه؟ قال لك ستان انسكت، انها حشره. بس بقى الكوكسونيل الدعسوقة الخنفسة دي الملونة دي. فوزانديكي اوفوندير، يعني انت بتشيل الباقي عن الطعم المفضل بالنسبة لك، فبتقول له جو بريفير لا جلاس او شوكولا، يعني انا بفضل ايس كريم بالشوكولا. لما هي نتكلم عن نفسك انت، فركز في الجمل كويس وانت بتقول الحاجة اللي بتفضلها، اكيد مش هتقول جو دي تيست، انا بكره. انت عطشان فبتقول انا عايز ميه، طبعا اكيد، يبقى جي فو اشيتور دو لو مينيرال، هشتري ميه معدنيه. فوز افي مال فونتر، انت عندك الم في البطن، فبتقول طبعا انا جو سوي ام جو سوي جو سوي مالاد جو سوي مالاد، هنا جو سوي تريبيان، انا جيد جدا، انا في كامل قوايا، انا في الفورمه. اون فودي موند، احنا بنسالك بوركوا فودي تستيلو ترانلي، انت بتكره القطار، فانت بتقول ايه؟ لان هو مريح، ولا انه هو نظيف وعملي، ولا انه هو مزدحم جدا، ولا انه هو مناسب؟ طبعا مزدحم. طيب فهنا مون اونكل، خلي بالك جاب لي فيرب تليفونير، مون اونكل ده عاقل، يبقى هروح للوي جاري، فين الوي يا جماعه؟ اخر حاجه، لان فيرب تليفونير بياخد حرف جر، وبعدين انا اتصل بعمي، اوجه اتصال الى عمي، في حرف جر، في حرف جر مع العاقل اخد لي. في الجمله اللي بعدها طبعا اسست امافيت، يشارك في الحفله، انا عايز كلمه مفرد. طب جامي، ما تمشيش في اول الجمله. لي جان، الناس، ده جمع. تو لو موند دي مفرد، بيرسون بتيجي في جمله منفيه على اول جمله منفيه. اوكي يا بيسيو، طب ما بيرسون معناها شخص، لو جت قبلها ايه كنت قلت لك ماشي.
لكن بيرسون تيجي مع جملة منفية طالما ما جاش قبلها محدد. كيت سيرف سو ها ها فيولون. فيولون يعني ايه؟ عنيف. انا عايز صفة، انا عايز حاجة ليه صفة. فيولون يعني عنيف. يبقى خد تري، خد تري، وشرحناها كتير قوي. مش هتاخد حاجة فيها دو بكو طبعا، ما تمشيش الا مع افعال الميول والافعال اللي هتصف فعل يعني. دون لو كايرو بروف ها قاعد الكراسة المدرس. انا عندي ضميرين لو كاير ده لو، وعندي مدرس يبقى لوي، يبقى لو ولوي. خد لو ولوي ماشي. اير امس مساء من اونكل عمي. ها انا عايز ماضي مركب يبقى ايفيني، ما دي الوحيدة الماضي الموجودة عندي. انا عايز تصريف اتر زي ده اسم مفعول من الفعل، يبقى ما تنساش ان دي مستقبل، ما تنساش ان دي مضارع، ما تنساش ان ده مصدر فعل. جو في اليكس، انا بروح اسكندريه ها. جي ادور لابلاش علشان، اصل بور عايزه مصدر فعل، وكاردي معناه ربع، ملهاش محل من الاعراب، واوتو كار مش عارف اوتو كار ايه جابها هنا اللي هي حافله، لا دي عايزه حرف جر، يبقى مفيش الا كار. طب ما هي كار يبقى معناها سياره، بس كار معناها لان برضو، يبقى هي الموجوده عندي. اوفو في الاشاره ايه بقى؟ خلي بالك الاشاره دي مذكر، فهو بيقول لك اختار روج بقى لان كل الباقي ده مؤنث. كو في فو هنا متصرف وبعدها مصدر فعل ما تنساش، يبقى مع فو هختار سافي. طب ليكيب الفريق فرانسيز الفرنسي، لان كلمه فريق مؤنث فهاخد لها فرانسيز فرنسي. طب الجملة اللي بعدها بتقول طبعا اسكو تيام فيفر على كومباني، بقى لماذا تحب ان تعيش في في القرية؟ مش هتنفع متى تحب ان تعيش في القرية وان كانت تمشي، دي او من اين ما تمشيش ولا اين، لكن ممكن كون تمشي. متى تحب ان تعيش في القرية تمشي، بس اوركو يمكن اقوى منها شوية في المعنى. مادموزيل صافي ده بيكلفك 400. طبعا عارف ان صاب تساوي ضمير ال، وخدناها اكتر من مره قبل كده، يبقى دايما لما تلاقي صاف اول الجمله سيبك من اللي بعدها بقى، بعدها تي، بعدها فا، بعدها تو الى اخره، انا هصرف دايما مع ال. جي بريفير لو سيكليست، ما انا واخد قاعده بتقول اللي بينتهي باسم مذكر يا مسيو، يبقى دايما احنا كنا متفقين مع بعض في الوحده الاولانيه ان اللي بينتهي باسم واج ودلتا بلانو سكات العاب تنتهي بحرف او في الاخر بس مذكر. سنساسيو دي كلمة جمع مؤنث، خلاص هختار كل افيك اس جمع مؤنث اللي هي رقم ا قدامنا. في الامتحان 24 هنا طبعا الكلوب بعت هانا بتقول لها والدي، بتصف والدي، والدي عنده 50 سنة وهو طبعا طويل وبابن يعني قمحي، وعينيه بتكون سمرة، وهو وجهه بوكاري يعني كاري شوية مربع شوية كده، ان ني باغ ما عندوش لا دقن ولا شارب، احلاهم دينا اللي امبورتيه، هو بيحب يرتدي القمصان البيضاء والبنطلونات السمراء، هو نشيط جدا، والدتي بتدعى رولا وهي عندها 40 سنة، وهي بتكون جروند، جروند طبعا يعني طويلة ورشيقة، الي شوفو نوار، هي شعرها اسمر وقصير، وهي عينيها عسلي، ووجهها بيكون الونجي يعني طويل كده مطول شوية بمدد زي ما بنقولوا. البريفير هي بتفضل لبس الفساتين الحمراء والجيبات البيج والاحذية اللي بكعب اسمر بكعبه سمراء يعني. قال ان بيرسون تري رومانتيك، هي شخصيه رومانسيه جدا، وانت كلميني بقى عن والديك. لا مير دو كلو، والده كلو بتكون جروند ها ومونس، اي موجوده في قلب القطعه بقى، وهختار على اساس القطعه. مسيو اندري، سيد اندري، لا عنده دقن ولا شان ولا شارب ماشي. والدة كولي بتحب طبعا الشوسير تالون، الأحذية اللي هي الكعب مش السادة طبعا. وجه مدام اندري احنا قلنا طبعا امبو الونجي، الونجي طويل شوية، امبو الونجي او الونجي الونجي، لا هو الونجي هي ما قالش امبو، قال الونجي داكور. في الجملة اللي بعدها لا مير دو كولو عندها طبعا عينين لونها مارون، مارون في مارون ليزيو ماغون، ليزيو ماغون يعني.
مسيو اندريه بيحب يرتدي طبعا، احنا قلنا شيميز بلونش، ايوه بنطلون نهار، يبقى هي التانية. طيب تعالوا بقى، كال بروفيسيون تيام كالي سوناتير، يعني ايه المهنه اللي بتفضلها وايه طبيعتها؟ جيرار مارسيل عنده 15 سنه بيقول انا بتمنى ان انا اكون مبرمج. المبرمج بيشتغل مع برامج الكمبيوتر، لو ترافايدو ان انفورماتيسيان، شغل المبرمج بيكون استخدام للمعرفه وتطوير للابليكاسيون للتطبيقات المعلوماتيه. كريستال عندها 16 سنة بتقول بحب أكون طبيبة مثل والدي، والطبيب بيعمل في المستشفى وبيلعب دور مهم جدا في المجتمع، هو بيهتم بالمرضى والطبيبة. الطبيبة حلوة أوي، الطبيبة دي أول مرة أشوف كلمة لاميديسان دي، بس هنا معناها لا الطب، ها لا ميديسان الطب. ايتين ماتيير انها مهنه نبيله ولانها بتسمع بمساعده الانسان لحياه افضل، وام هنا معناها الانسان مش معناها الرجل. رينارد من مدينه ليل عنده 17 سنه بيقول بحب اكون رسام او ممثل مثل عمي. جيم ديسينير انا بحب ارسم تو لا جورني طوال النهار لو ترافاي دو اون ديسيناتور، عمل الرسام ممتع جدا وهو بيبقى عنده افكار جديده كل يوم. لو ماتيغ مهنة الطبيب بتعتمد على الاهتمام بالمرضى. في رقم 8 انه الشخص الذي يعمل برامج الكمبيوتر، ده الانفورماتيسيان طبعا اللي هو المبرمج. اللي بعدها طبعا بيسكن في، احنا قلنا مارسيليا. طيب عم رونا رينار، عم رينار فين رينار يا جماعة؟ عمه يا رسام يا ممثل، يبقى ممثل. ها الرسام عنده أفكار جديدة كل يوم طبعا، طول جور يعني كل يوم كل الأيام عنده أفكار. بيحب يكون طبعا ديسيناتير الرسام. اللي بعدها في المطعم انت بتسأل او بتطلب عن مشروب دافئ سخن طبعا، فانت بتقول انا عايز شاي من فضلك طبعا، ده الدافئ مش هتقول مية غازية ولا ليموناد ولا عصير تفاح. انت بتدعو صديقك للتسوق فبتقول له تعالى نروح السوبر ماركت طبعا، فو فيني افيك مو، تأتي معي الى السوبر ماركت، مش للريف، مش لحمام السباحة، مش للايه المونتاني الجبل. فودي مونديا فوترا مين، انت بتسال صديقك الفرنسي كومون اي ايلو كليما اون فرانس، كيف يكون حال الجو في فرنسا شتاء؟ طبعا تساله هتقول له كالتوم الفي اون جونفيير، كالتوم في تيل اون فرانس اون جونفيير، ما حاله الجو في يناير. والدتك بتسألك لماذا أنت لا تريد أن تأكل، فبتقول لها طبعا عشان أنا عندي ألم في البطن أو أنا أكلت قبل كده، فلأن أنا مسرور لأني لسه واكل. كلت ماضي إيه حديثة. أنت بتعشق الهدوء فبتقول طبعا أن أنت بتحب الريف، طبعا بحب الحياة في الإيه في الريف طالما فيها هدوء. فوديو موندي انت بتسأل صديقك لماذا هو ينام ايه مبكرا، عشان بيقول هو بينام مبكرا بس كيجي تي فاتيجي لاني كنت متعب، تتمشي لاني في الفورمه، لاني بخير طبعا، لاني بكون صح. فوتر كوبا صديقك فو بروندر دو فوتو، يعني عايز ايه؟ يلتقط صور، فبيقول لك جي بو تي بريتير، انا استطيع ان اعيرك ولا بريت مو؟ طبعا هو هيقول لك بريت مو سلفني، قالت التصوير بتاعك. انت في البوتيك مع صديقتك، هي بتسأل عن رأيك عن البلوزة بتاعتها، فانت بتقول لها ستري شيك دي شيك جدا. لفلير سوفغ اوبرنتون، يعني الزهور بتتفتح في الربيع، وانا عارف ان اصول السنة كلها بتاخد او ما عدا اصول السنة كلها بتاخد اون ما عدا الربيع. فوزافي كومبيان، كومبيان بتاخد دو او دو ابوستروف، خدنا دو ابوستروف عشان دي مبدوعه بحرف متحرك. مي بارون اون، مي بارون اون هنا على اساس مي بارون بتساوي ضمير الى في كي اس طبعا عشان ده اسم جام. نوزا لو دي سوندر، يعني نحن سوف ننزل. او بروشان اري، او على اساس ان الكلمه اللي بعدها مذكر.
الي سامبا، اي توا، وانت، ما فيش توا يبقى الوي، اجيب ضمير توكيد وخلاص. لا فام، المراه، اي اكتيف، المراه الصينيه طبعا، يبقى شينواز. فو فولي بوا كلك شوز، هل تريد شرب شيء ما، انت عايز تشرب حاجه يعني. ليزا دو، الشباب بيحبوا كثيرا اكتيفيتي سبورتيف، يبقى هذا النشاط. طبعا كلمه نشاط دي مؤنث عندنا. في الجملة اللي بعدها، وما ننساش ونأكد معاكم على طبعا ما تنسوش لايك للفيديو طبعا، وشاركونا أراءكم في الحصة اللي ممكن تبقى لايف بإذن الله يوم الجمعة. تي أكسبت بروبوزيسيون دو تون كوبان بوغ أليغ أو سينما، يعني أنت بتقبل البروبوزيسيون. طبعا بروبوزيسيون دي مؤنث، يبقى لا بروبوزيسيون. دون مون ليسي، في مدرستي إليا أون جران سي دي اي، دي طبعا كلمه مذكر فهاخد جرام مذكر. اللي بعدها قال له 60 مينوت بار جور، 60 دقيقه يوميا، يبقى ها كومبيان دو توم، كم من الوقت تمارس رياضه. يوم الجمعه الماضي، يبقى انا عايز ماضي مركب، يبقى هقول له جي مي سوي بينيه، انا عمت في البحيره مع ابناء عمي. اسامه وانا اون فا نو بروموني، اون فا نو بروموني. لو اخترت نو تبقى انت غلطان، دايما اون هنا بتعادل الضمير سي، ولكن هنا هنقوله ني، ها اون فا بروموني دون لا فام، بس المفروض الصحيح ليها هي سو. لو موجود سو هنا انا هختارها بعنايه، بس هنا نو جوازا كده. يلا بشكركم جدا لحسن المتابعه، واشوفكم الحلقه الجايه.